الشهداء والجرحى والمصابين بحالة اختناق بعد قصف طائرات النظام الحربية للحي الشمالي هنا في مدينة خان شيخون بصواريخ تحمل غازات سامة. أكثر من 70 شهيد وأكثر من 200 مصاب بحالات اختناق كحصيلة أولية نتيجة قصف الطائرات الحربية لهذه المدينة لهذا الحي السكني في خان شيخون بالغازات السامة. نحن الآن في مكان سقوط أحد الصواريخ المحملة بالغازات السامة، لم يكن يسمح لنا الاقتراب قبل قليل لأن رائحة الغازات السامة منتشرة في كل المنطقة. العشرات من المدنيين بل ربما المئات أصيبوا بحالات اختناق بالغازات السامة، تم نقلهم إلى النقاط الطبية وإلى المشافي في كامل ريف إدلب، بعضهم وصل إلى الحدود السورية التركية وهو ينتظر أن يتم إدخاله إلى الحدود السورية التركية. إذن مأساة الغوطة التي حصلت قبل 3 سنوات تتكرر بحذافيرها هنا في مدينة خان شيخون بعد قصف مشفى اللطامنة قبل عدة أيام بغاز الكلور السام واستشهاد طبيب وإصابة الكادر الطبي بحالات اختناق. اليوم نظام الأسد يكرر مأساة الغوطة ويكرر مأساة اللطامنة باستهداف هذه المنطقة بالغازات السامة التي من المفترض أن تكون محرمة دوليا. هنا في هذا المكان سقطت أكذوب أن نظام الأسد سلم الأسلحة الكيماوية للأمم المتحدة، هنا في هذا المكان سقطت كل الخطوط الحمراء وكل الخطوط البيضاء وكل ألوان الخطوط هنا في هذا المكان، حيث قتل الناس خنقا وهم نيام عند الساعة 7 صباحا سقطت الإنسانية ولم يتبقى منها أي شيء. أخي خالد الحمد لله على سلامتكم، بداية فيك تحكي لنا شو اللي صار بالضبط، كيف تم استهداف المنطقة، أعداد الشهداء المصابين؟ الله يسلمك أخوي. أخي العزيز، استهدفت طائرات النظام الحربية مدينة خان شيخون في ساعات الصباح الأولى بأربع صواريخ، 3 فراغية والرابع محمل بالغازات السامة أحد الأحياء السكنية في الطرف الشمالي من المدينة، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من أهالي الحي في حالات اختناق، الحالات بين الخفيفة والخطيرة وصلت على حالات الاختناق 200-250 إصابة تقريبا وأكثر من 70 شهيد والعدد مؤهل للازدياد بسبب الحالات الخطيرة للاختناق. إذن الطيران الحربي ما زال يحلق الآن في أجواء المنطقة ويستهدف المدينة نفسها، ربما تسمعون أصوات الانفجار، يستهدف المدينة نفسها بالغارات الحربية. لا نعلم ما هي نوعية الصواريخ المستخدمة في هذه المرة منذ ساعة الاستهداف، وحتى الآن لم يتوقف الطيران الحربي عن التحليق وعن قصف كامل ريف إدلب لا سيما خان شيخون بالصواريخ الفراغية. أسف المقاطعة أخي خالد، تكلمت عن عدد الإصابات وتجاوز 250 إصابة، كيف تلقيتم الخبر وكيف أتيتم إلى هنا لإسعاف المصابين؟ تم النداء على مركز الدفاع المدني بعد الغارة مباشرة، توجه فريق الاستجابة الأولية ومركز خان شيخون إلى مكان الضربة دون العلم بوجود الغازات السامة، مما أدى إلى إصابة الفريق كالاستجابة الأولى. إذن هناك أعضاء من الفريق أصيبوا أثناء المحاولة الأولى لإسعاف المدني؟ إصابة أكثر من 4 عناصر بحالة اختناق في الاستجابة الأولى. تم استدعاء الفريق الثاني من مركز خان شيخون لإسعاف الفريق الأول، تم نقله إلى المشافي الخارجية، ومن ثم أصبحنا بدأنا بنقل المصابين مع التعاون مع السيارات المدنية إلى النقاط الطبية وإجراء الإسعافات الأولية ومن ثم توزيعه على المشافي في المناطق الشمالية. هل هناك إحصائية لعدد الشهداء؟ أنت قلت عدد المصابين ككل 250 إصابة، هل هناك إحصائية لعدد من فارقوا الحياة؟ أخي الإحصائية الأولية تقريبا 70 شهيد والعدد يتزايد بسرعة بسبب الحالات الخطيرة بالاختناق. ما هي نصائحكم للمدنيين يعني في حال تكررت عمليات الاستهداف هذه، عمليات الاستهداف بالغازات السامة؟ أخي نحن كفريق دفاع مدني دائما نقوم بحملات توعية عن الإصابات في الغازات السامة، وأولها هو الخروج إلى المناطق المرتفعة واستخدام الماء بشكل مباشر على الوجه والعيون والجسم كحالة ثانوية. كل الشكر لك أخي خالد، تحية لك، ألا تكون ألف عافية، الحمد لله على سلامتكم.